بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رح نتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Working with Opacity. Opacity واحدة من ضمن الفيتشرز الجميلة خالص بين في سي اس اس يا جماعة. والسبب إن إحنا اتكلمنا عن القصة بتاعت Opacity ديت في نهايات كورس السي اس اس، وممكن نكون اتكلمنا عن الإيمج Opacity، ودي كانت حاجة من ضمن الحاجات الجميلة، وانا مش فاكر عملنا تاثير هوفر عليها او لا. المهم الشاهد، النهارده راح نتكلم عن الاوباسيتي بنوع من انواع التفصيل شويه كده. مثلا يا جماعه، احنا عندنا طريقتين عشان نعمل بيهم كنترول على الاوباسيتي في اتش تي ام ال اليمنتس. ايه هما؟ واحده من ضمن النقط دولت الاوباسيتي بروبرتي، الخاصيه اوباسيتي اللي احنا سبق ان احنا اتكلمنا عنها. سي طيب، انا ملف الاتش تي ام ال بتاعي ما فيهوش غير كلاسين، كلاس اسمه اي وكلاس اسمه بي، تمام. ديفيجن، اثنين ديفيجن يا جماعه، وهي عندي في البادي مدي لها خلفيه رصاصي طبعا، والديفيجن اي واخد شويه حاجات كده ما فيهوش اي حاجه باستثناء اني انا مدي له الاوباسيتي. طبعا انا هتكلم عن النقطه ديت، وفلوت ليفت، والتاني واخد فلوت ليفت برضه عشان يجي جنب منه. انا لو كبرت البراوزر شويه هيبتدي الاثنين يرشقوا جنب بعض، تمام. لكن مثلا لو انا خليتها 200 و200 عشان يبانوا ان هم جنب بعض عشان نشوف الفرق، ربما يبقى ايه. ماشي، نصور خط سنة كمان صغيرة، فونت 80، نخلي مثلا 50 و50، هنا الفونت 50. رايت. كانت واحدة من ضمن النقاط يا جماعة الأوباسيتي، فاكرين الأوباسيتي؟ كنت بقول إن القيم بتاعتي في أوباسيتي من 0 لـ1، معايا 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، لما أوصل لـ1. طبعا الـ1 عبارة عن توتالي أوبك اللي هو قمة التعتيم، الزيرو عبارة عن توتالي ترانسبيرنت قمة الشفافية، يعني النص. مثلا لو أنا خليتها مثلا 8 يا جماعة، هلاقي إن أهو ده اللي بيطبق على الكلاس الـ A اللي هو على الشمال يا جماعة، ديفيجن A، هلاقي إن المسألة بقت أوبك شوية، يعني غامقة شوية. لو أنا صغرتها شوية خليتها مثلا 2 يا جماعة، كنترول اس وعمل ريفرش، هلاقي ان المساله بقت كده. الاوبسيرفر كويس يا جماعه يلاحظ ان لما بتحكم في الاوباسيتي كل حاجه بتتغير، فاهمني؟ البوردر، النص اللي موجود جوه، اللون اللي في الخلفيه، اللون اللي هو واخد اللون الابيض، كل حاجه بتتغير، تمام. ديت الستاندرد يا جماعه، ديت اللي هو ما غيرناش فيه حاجه، اوكي، تمام. ديت واحده من ضمن الطرق، وان بدات اسهلهم، يعني دي تعتبر اسهل طريقه عشان اعمل كنترول في الاوباسيتي بتاعت اليمنت بين سي اس اس. طيب، نقطه ثانيه كانت بان انا ممكن استخدم الار جي بي اي او اتش اس ال اي كلر ديكلاريشن. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طيب ماشي، احنا كنا عارفين ان انا ممكن نستخدم كلر ديكلاريشن بطرق مختلفه، وسبب وان احنا مهدنا برضو واتكلمنا عن النقطه ديت في كورس السي اس اس، لما قلنا انا عندي اكتر من طريقه ممكن ادرج بيها لون جوه اكواد يا جماعه. واحده من ضمنهم لو انا كنت فاتح ملف الفوتوشوب ان انا اخد الهاش الشباك بتاع اللون. واحده ثانيه ان انا استخدم الار جي بي، فاكرين؟ يعني انا واقف على لون معين، كنت بقول مثلا لو انا عايز استخدم اللون ده يا جماعه، ولنفرض في الخلفيه، في الخلفيه بتاعت اللون، نقول مثلا الباك جراوند دي، او واحده من ضمنهم لو كانت الهاش، يعني خلوني افتح الفوتوشوب واخد اللون ده بكوبي بالهاش ده يا جماعه، وهل تكست الايديتور بتاعي واعمل بيست كنترول اس اللون ده اتجرب من اللون الاخضر. لو انا عملت ريفرش على البراوزر هلاقي ان اللون بتاعي ظهر، تمام. كانت واحده من ضمن النقط الثانيه باني اكتب الار والجي والبي، فاهمين يا جماعه؟ 100 145 78. خلينا نروح للكود بتاعي، كنت اقول انا كنت بعمل ايه؟ كنت بكتب ار جي بي وافتح قوس واقفله واكتب الحاجات ديت 100 وكوما تقريبا 145 كوما، وبعدين كنت اكتب تقريبا 57 مش فاكر، 100 145 78. هبتدي اكتب القيمه بتاعتي اللي هي 78، تمام، واعمل كنترول اس. المفروض بالصيغه ديت اني ما احصلش على نتيجه مختلفه، لو عملت ريفرش الاقي ان نفس الطريقه بالظبط، الاثنين دول تيبيكالي زي بعض، تمام. المره ديت يا جماعه الفكره الجديده اللي معانا ان المساله بقت سبورتد لحاجه ثاني، ار جي بي اي، ار جي بي اي يعني اضافت قيمه رابعه، وديت كانت خاصه بالالفا ترانسبيرنسي، يعني انا ممكن احط قيمه رابعه ثانيه بعد الكوما واحط ترانسبيرنسي اللي هو كان خاص بشفافيه الحاجه دي، تمام. ومعايا نفس القيم بتاعت الاوباسيتي اللي فوق، المقاييس بتاعتي من 0 لغايه 1، فاهمين يا جماعه؟ يعني لو انا شغال على الخلفيه وقلت والله طيب 5 من 10، تمام، ورحت اعمل كنترول اس وريلود، الاقي اني اني هي بس اخذت ال 5 من 10، والاوبسيرفر
الكويس ياخد باله بان البوردر زي ما هو والكونتنت بتاعي ما تاثرش. اللي اخذ القيمه يا جماعه عباره عن الباك جراوند بس، الباك جراوند كلر بس، وبس على وجه خصوص. الناس فاهماني؟ تمام. فعشان كده دي تعتبر الطريقه الافضل بالنسبه لي في ان انا اعمل كنترول على العناصر بتاعي. خلوني طيب مثلا استخدم لون تاني، زي مثلا انا هشتغل على ار جي بي اي، نقول مثلا 200 وديت يا جماعه 50، وديت هنخليها 50 ك وديت هنخليها 5. اللون ده يا جماعه هيديني لون درجه من درجات اللون اللي انا ما اعرفش اسمه ايه بصراحه. المهم يعني فانا هبتدي اعمل كنترول تاني على البوردر بالار جي بي اي برضه يا جماعه. لو انا اخدت القصه ديت بكنترول سي وعملت مش عايز اللون ده وار جي بي اي، تمام فاهمني، وهخلي القصه البوردر ياخد لون 100. انا بحاول ادي افكار بس مش اكتر 100، وهخلي المساله تبقى اغمق شويه ب 8 من 10 وعملت ريلود، الاقي ان القصه بقت بالشكل ده. تمام. الكنترول على ار جي بي اي، الفرق ما بينها وما بين الاوباسيتي او النقطه بتاعت الافضليه انها بتعمل لي يعني كنترول على لون بس، فاهمني، بعكس الاوباسيتي اللي هي بتعمل كنترول على كل الديفيجن لكل الكونتنت بتاعه. تمام. بنفس السيناريو بالظبط يا جماعه الاتش الاتش اس ال اي، الهيو فور اتش، اتش فور هيو، اس فور ساتوريشن، ال فور لايتنس، بتلاقيها برضه في الايمج اديتورز اتش اس ال بي، بي فور برايتنس، ال فور لايتنس، الاثنين زي بعض ما عنديش مشاكل. هنا قيمه معينه بدرجه اتش فور الهوي الهيو انا اظن تقريبا، ساتوريشن والبرايتنس بنسب في الميه، فاهمين يا جماعه؟ يعني لو انا رجعت بكنترول زد للقيم بتاعي الاولانيه، كنترول زد للقيم بتاعت الار جي بي كانت عباره عن 100 145 78، ال 100 178 اوكي. لو انا عملت كنترول اس ورجعت للكود للاديتور بتاعي وعملت ريفرش هلاقي ان ادي الصوره يا جماعه. اوكي. طيب انا لو اشتغلت على المقياس ده الاتش واخده 100، اوكي يا جماعه. خلوني ارجع للاديتور بتاعي، وانا المره دي مش هكتب ار جي بي، هكتب اتش اس ال اي، اتش فور هيو ادي الاتش، اس فور ساتوريشن بي اور اللي هي اللايتنس يا جماعه الاثنين ايا يكن، انا ما عنديش معلومه صادقه بشان ان الاثنين زي بعض، هل هي ال فور لايتنس هي بتساوي البرايتنس فور بي، مش متاكد بالظبط. تمام. فيها ديت 100، هنا هتبقى القصه ب 46%. فلو رجعت الكود يا جماعه هبتدي اكتب مكان ال 145 ديت اللي هي 46 ان بيرسنت في الميه، وفور البي معايا 75%. تمام. 57 امبرسنت برضه. وانت عارف ان القيمه الرابعه فور الايه الالفا تشانل ده كان خاص بايه بالظبط، هو العنصر اللي بقى شفاف بنسبه كام بالظبط. فانت تاخد الكومه وتروح كاتب محدد النسبه اللي هو المفروض يكون شفاف بيها، فاهمني؟ يعني انا قلت مثلا 8 من 10 ورجعت للكود بتاعي وعملت ريلود، فالمفروض ان هو طب اوكي. وربما بقى تحس ان هو غريب شويه، تقول لي لا ده في فرق، لو انا خليت القصه بواحد فده قمه الاوبك، فالمفروض ما تشوفش فرق ما بين الاثنين يعني. تمام. ديت القصه بتاعت الاتش اس ال اي والار جي بي اي. فانت كده عندك الابيلتي، عندك استخدام جميل جدا لنمط ممكن تستخدمه او طريقه من طرق تحديد اللون، مش بس قايمه على الثلاث الوان بس، ده قايمه على عنصر رابع اسمه الفا تشانل، وده خاص بالمساله تبقى شفافه بنسبه كام بالظبط. كما ان انت اكتشفت طريقه ثانيه كانت خاصه بالاتش اس ال اي، والمساله ديت كانت خاصه بالهيو والساتوريشن والبرايتنس، انت عايزه وفق اي واحده من دول، انت عندك الابيلتيز ممكن تستخدمها زي ما انت حابب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.